هنتكلم عن الرياضه النهارده. افترضنا بقى ان الجهاز بيكون عدد كبير جدا من الجزيئات وان هو بيرفكت جهاز مفيش اي انتر اكشن بين الجزيئات. يعني ايه مفيش انتر اكشن؟ يعني مفيش بوتنشال انرجي. دي نقطه مهمه، مفيش بوتنشال انرجي. يعني اللي هنتكلم عنه النهارده في الغازات بس كاينتيك انرجي. فالنظريه دي لما بتتكلم عن بيرفكت جهاز يعني مفيش انتر اكشن بين المولكيولز بتاعته غير في جزء صغير جدا لما بيتصادموا مع بعض. لما يبعدوا عن بعض مش بيحصل في قوه تجاذب. طالما مفيش قوه تجاذب يبقى مفيش بوتنشال انرجي. انت ليك بوتنشال انرجي على سطح الارض عشان في قوه تجاذب بينك وبين الارض. لو ما كانش في التجاذب ده ما كانش في بوتنشال انرجي. خلاص كده؟ فاحنا في الغازات هنا هنتكلم عن فقط الكينيتيك انرجي. وبعدين قلنا في بوست يونت او اسامبشن تاني انه التصادمات ما بين الجزيئات بتاعت الغاز او ما بين جزيئات الغاز والحمام بتاعت الكونتينر، هذه التصادمات هي تصادمات مرنه او الاستيك. دي اهم الاسامبشنز اللي في الموضوع. هنترجم الكلام ده في الرياضه ازاي؟ لو مشيت ورا الكتاب يمكن تدور شويه، يعني العصر في الكتاب ما هوش كويس جدا في الحته دي. فانا هديكم الاول ملخص لشويه قوانين هتنفعنا كده في الاثبات. هو الشابتر كله على بعضه عباره عن اثبات واحد، يعني انت هتسيبه من الاول للاخر كده ده اثبات. فالاثبات كله على بعضه اللي هو الشابتر كله على بعضه محتاج سكه شويه معلومات يمكن انت عارفينها من قبل كده. فانا عصرت المعلومات دي في الاول. ايه المعلومات دي؟ قانون العام للغازات احنا عارفينه، خدناه في ثانوي، خدناه في الكيمياء، بي في بيساوي ان ار تي. وعارفين ان البي هو الجاس بريشر والبي هو الفوليوم بتاعه اللي هو هيبقى الفوليوم بتاع الكونتينر. لو انا حاطط الغاز في الكونتينر الغاز ده بياخد نفس الفوليوم بتاع الكونتينر. والاي هي تمبرتشر بالكلفن، لازم تكون بالكلفن هنا. والار هو سيرت العام للغازات، عارفين قيمته ايه. والان سمول ان دي هنسميها نمبر اوف مولكيولز، نمبر اوف مولز، بس نمبر اوف مولز الان السمول. في بعد كده يعني علاقه ما بينهم وما بين حاجات ثانيه، ان السمول ان دي عدد المولات او نمبر اوف مولز بيساوي عدد الجزيئات في الغاز اللي هي كابيتال ان على عدد امجاده، امجاده نمبر ان لونج، او الرتبه بتاعه الغاز كلها على المولكيولار ويت، الوزن بتاع المول بتاعه. فسمول ان بتساوي ان على ان لونج او ام على ان لونج. دي هتنفعنا واحنا شغالين في الاسباب بتاعتنا. يبقى حاجه كمان خدنا ار على عدد افوكادو، ار على ان نوت، وهنسميها ثابت جديد اسمه كونستنت. فانت لو شلت ان عدد المولات ده اهو وحطيت مطرحه ان على ان نوت، الار مع الان نوت دي على بعضها كده اهو تديك كونستنت كونستنت. حد هيقول لي كده بتلخبطونا بين الاسامي. احنا خدنا حاجه اسمها سيجما كونستنت كونستنت قبل كده في الراديشن اللي اسمه كان سيجما. ده اسمه ستيفن بولتزمان او ستيفن بس، ده اللي هو السيجما بتاع مثال الراديش، يا اسمها ستيفن بولتزمان يا ستيفن بس. بولتزمان بس لوحده كده يبقى الكيل بتاعته دي في الغازات. اوكي؟ يبقى ستيفن بولتزمان على بعضها او ستيفن بس يبقى بيتكلم عن السيجما بتاعت الراديشن، بولتزمان بس بيتكلم عن الكيل. في مشكله في الكلام ده؟ بتعمل كده ده كلام بسيط مش حاجه. نبتدي بقى الاثبات اللي في الشابتر ده، حاجه تانية. تاني، ايه الهدف من الشابتر ده؟ عايزين نوصل ايه؟ عايزين نوصل ايه؟ عايزين نعرف يعني ايه تمبرتشر. خلاص هو ده الهدف بتاعنا. طيب، فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد شويه غاز هتكون جوه كونتينر على شكل كيوب على شكل مكعب، طول الضلع بتاعه اسمه غاز. وهنمسك في الاول حاجه سهله قوي، المونوتوم الجاز. المونوتومي جاز اللي هو غاز الجزيئ بتاعه بيتكون من اتوم واحده بس زي الغازات النبيله، النوبل جاز، الهيليوم والنيون والحاجات دي. هنتكلم بعد شويه عن الدايتومي جاز وعن البولي اتومي جاز بس مش دلوقتي. الاول هنتكلم عن حاله بسيطه المونوتومي جاز. تاني مفيش بوتنشال انرجي في الموضوع، مفيش فايبريشنال انرجي، فترة حركة اهتزازية، مفيش، لكن فترة حركة انتقالية بس ترانسليشنال كينيتيك انرجي. ومفيش كمان طاقة حركة مغزلية، إن الأتوم لو بتلف حوالين نفسها وهي ماشية حوالين محور من محاورها دي بتبقى طاقة صغيرة أوي علشان كتلة الأتوم حاجة صغيرة خالص فبنكمل.
يعني ملخص ان مفيش بوتنشال انرجي وايبريشنال انرجي سبيلنج انرجي، كل ده مش عندنا في الموضوع. اللي عندنا حاجه واحده بس هي كانت انرجي ثاني كام تصنع لعب. وهنفرض ان الناس موجود جوه الكونتينر اللي مرسوم لي انت يومي خالص ده، طول المكعب طول الضلع بتاع المكعب ده ال، والسرعه بتاعت الغاز هنسميها في، السرعه بتاعت الجزئين هنسميها في. طبعا كل جزئين ليه سرعه غير التاني، مش كل الجزئيات زي بعض. احنا هنتكلم عن الجزئين بشكل عام ليه سرعه اسمها في، والكتله بتاعت الجزئين اللي هي كتله الاتوم لان هو مونوتومي جاز، جزئين عباره عن ذره واحده بس، فالكتله بتاعت الذره دي او الكتله بتاعت المولكيول ده لان المولكيول هو هو زي الاتوم هنسميها سمول ام. فاحنا عندنا كام ام في الموضوع لحد دلوقتي؟ عندنا الام بتاعت الموليكولار ويت ام نوت، وعندنا كتله الغاز كله على بعض اللي هي سيمي كابيتال ام، وعندنا كتله جزئي واحد بس هنسميها سمول ام. بمعنى اخر ممكن نكتب ان الكابيتال ام اللي هي كتله الغاز كله بتساوي عدد الجزيئات ان في كتله الجزيء الواحد. كويس؟ عظيم. ده اللي بيحصل. الجزيء ماشي بسرعه في، هنحددها بثلاث مركبات اكس واي وزد. دي حاجه بسيطه خالص في الرياضه، هنقول ان في سكوير بتساوي المجموع بتاع ثلاث مركبات في اكس تربيع زائد في واي تربيع زائد في زد تربيع، ما فيهاش مشكله خالص. وبيتمشى جوه الكونتينر. وقلنا ان مفيش انتر اكشن ما بين المولكيولز كتير، هو ماشي في حاله كده لحد ما يوصل للحيطه اللي على جنب دي بتاعت الكونتينر يخبطها ويرد تاني. فحاولنا بسرعه نجيبها باسم بي وهنسميها هنسميها بي وهنقول ان هي بتساوي بي بي سكوير بي اكس سكوير زائد واي سكوير زائد زد سكوير. طيب الفورس بقى، الفورس القوه اللي بيخبط بيها الجزيء جنب من جوانب الكونتينر. هنفترض ان احنا هنتكلم عن الجنب ده مثلا، وهسمي الجنب ده اي بي سي اي مثلا. السرعه دي ليها ثلاث مركبات اكس وواي وزد. السرعتين واي وزد بره اللعبه بتاعتي دلوقتي. ليه؟ لان هو ماشي في اتجاهك رايح في اتجاه راندوم كده. ليه مركبه اسمها اكس هيخبط بيها الوش ده، الوش ده في مستوى عمودي على اكس على محور اكس او بمعنى اخر موازي الواي زد. فالوش ده كده بالنسبه له المركبتين التو كومبوننتس في واي وفي زد تانجنشال ممثلين. يعني في واي وفي زد ما لهمش اي كونتريبيوشن، ما لهمش اي اسهام في التصادم اللي بيحصل ما بين زي الغاز والكونتينر. في واي وفي زد هنا بره اللعبه. لو انت كنت بتتكلم عن السطح اللي فوق ده، السقف بتاع الكيوب ده، كانت مين السرعه اللي في المكان اللي هيخبط بيها؟ في واي اكس وزد هيكونوا ممثلتين، ما لهمش دعوه بالموضوع، خلاص هنا. فبالتالي هنتكلم عن دي اكس بس دلوقتي. في حاجه ظريفه قوي بقى، من الاسامشن نمره 6 في الليسته اللي عملناها المره اللي فاتت، قلنا ان مفيش اتجاه او مكان ليه افضليه على مكان تاني. كل البوزيشنز والدايركشنز ار ايكوالي بروبابل، يعني مفيش حاجه بتقول المولكيول امشي هنا احسن من هنا او استنى هنا احسن من هنا. كل الاماكن وكل الاتجاهات زي بعض من نفس البطاريه. فبالمنطق كده ده يترجم الرياضه ازاي؟ يترجم ان السرعه بي اكس تربيع، احنا كنا عن التربيع دلوقتي، ان بي اكس تربيع وان بي واي تربيع وبي زد تربيع، من المنطقي ان الثلاثه يساووا بعض بشكل عام، لان مفيش حاجه كله يمشي في واي اسرع من زد او يمشي في زد اسرع من اكس. سيستم معزول، الغاز بيتصرف لوحده، مفيش قوه خارجيه، فمنطقي جدا ان افترض ان اكس واي وزد بيساهموا في الحركه زي ما هو. ففي اكس تربيع بيساوي واي تربيع بيساوي في زد تربيع، وطالما ان هم زي بعض يبقى اي واحده فيهم بتساوي تلت بي سكوير، تلت السرعه الكليه تربيع. فده من الاسامبشنز اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. تقييم الرياضه كده اسامبشن 6 يؤدي الى دي رياضه دي. عظيم. في تعريف كده بنعدي عليكم في ثانوي للقوه بتاعت نيوتن.
قال لك ان القوه بتساوي كتله العجله، وفي تعريف ثاني ان هي تغير في المومنتم، تشينج اوف مومنتم لكل وحده ثابته، التغير في كميه الحركه المومنتم لكل وحده ثابته. كويس. كميه الحركه هنا بتتغير ازاي؟ لو الجزيء ماشي بسرعه كده راح خبط الجنب ده وهيرد تاني. لما خبط كده قلنا ان في 1 وفي زد الاثنين مركبتين مماثيتين. مين بقى المركبه اللي هتتاثر بالخبطه دي؟ مين المركبه؟ مين الفيلوستي كومبوننت اللي هتتاثر بالخبطه مع الجنب بتاع الكوتيلا؟ الفي اس اكيد هي اللي هتتاثر بايه اللي هتتاثر بيه. فلما يحصل التصادم الكوليجن ما بين المونيتور والجنب بتاع الجنب اللي اسمه اي بي سي دي، طبيعي ان الفي اس هي اللي هتتغير. طيب هتتغير قد ايه؟ من الاسامبشن نمبر 4 بقى في الليسته بتاعت المره اللي فاتت ان التصادمات كلها تصادمات مرنه اساسا ميدانيا. فيبقى انتوا عارفين انه لو كان داخل بسرعه اسمها بوزيتيف بي اكس هيخبط تصادم بلاستيك ويرد. طبعا الكونتينر ده تقيل قوي مش هيتحرك، فاللي هيتحرك بس الغاز والكونزرفيشن اوف مومنتم هيؤدي الى انه المومنتم قبل وبعد هيبقى بينهم بس فرق اشاره. لو كان ماشي مومنتم بي اكس هيرد ام في ماينس بي اكس، يبقى التغير في المومنتم ده ناقص ده يديك 2 ام في اكس. صعبه دي؟ كان في حد سلم كمان في واي وفي زد زي ما هم ما فيهمش تغيير. في اكس بس قلبت الاشاره يعني قلبت الاتجاه. يعني اللي هيحصل ان الجزء بعد التصادم الواي هتكمل زي ما هي والزد هتكمل زي ما هي، الاكس بس هي اللي اتعكست. فهيرد في الاتجاه ده كده بس. صعب الكلام ده؟ واضح بس لحد هنا؟ ايه دي كل الموضوع؟ اللي بدا شويه الكلام ده كده كان فاهم. ايه دي كل البيزنس اللي في الموضوع؟ يبقى الفورس اللي هي هيأثر فيها 1 مولكيول لما يخبط الجدار بتاع الكونتينر بتساوي تشينج مومنتم على الزمن. فكان المومنتم ام في اكس وبقى ماينس ام في اكس. واحد يقول لي طب الاشاره عكس كده، الاشاره مش مهمه لان احنا دلوقتي هنربع كل حاجه والمواضيع كلها ما فيهاش فيكتورز، يعني الشاطر ده ما فيهوش فيكتورز فمش مهم الاشارات دي. فيبقى المومنتم ام في اكس وماينس ام في اكس اللي تشينج او التغيير 2 ام في اكس. حلو قوي. طب الزمن الخطه دي بتحصل كل قد ايه؟ الخطه دي بتحصل كل قد ايه؟ جزيء ماشي هيخبط الكونتينر كويس هيرد هيروح خبط الناحيه الثانيه ويرجع تاني. ما بين ما بيخبط الجدار بتاع الكونتينر مره والثانيه يا ترى يكون مشي مسافه كام؟ يعني انت لو افترضت ان هو مثلا التسليم ده هيبتدي من الناحيه دي وش ده خلاص كده؟ وانا بتكلم عن السرعه في اتجاه اكس بس. واي وزد قلنا مره بيعمل دلوقتي لما يجي اكس بريشر او الفرصه على الوش ده ماليش دعوه بواي وزد. واي وزد كبيره صغيره مش فارقه معايا. فهو هيمشي كده ام يخبط صح؟ ويرد تاني. على ما يرجع هنا يعني هو مشي كده خبط هنا ابتدي عندي الزمن بقى من اول الخطه دي. هنشوف بقى هيخبط تاني امتى. صح؟ على ما يرجع هنا تاني هيكون اقطع مسافه قد ايه؟ هيروح وهيرجع يبقى كام؟ اثنين ام. انا بدرس الاكس دايركشن بس ماشي يا جماعه. فهو خبط انا معايا تايمر مش شغل التايمر خبط ادي واحد. بس انا بقى لو هيخبط تاني هيخبط تاني امتى؟ هيروح ام ويخبط ام. يبقى هو عمل خطه كل اثنين ام. فالزمن بتاعه اللي بيحصل فيه خبطه الفريكونسي بتاع الخبط يعني او كوليجن هيبقى المسافه عن الزمن. ده يديك سوري المسافه عن السرعه يديك الزمن. المسافه 2 ال والسرعه مش اكس يبقى ده الزمن. تاني؟ هو ليه ضربات؟ لا مركزين قوي كده طب كويس. اتحرك يبقى احنا عرفنا ان تشينج في المومنتم ام في اكس وام في اكس وبينهم اشاره فطلع فرق 2 ام في اكس. وعرفنا ان الكوليشن دي بتحصل مره كل 2 ال والسرعه 2 ام في اكس يبقى الزمن 2 ال على الاكس. طيب يبقى دي الفورس اللي بيعملها 1 مولي. طلعت كام؟ طلعت كام؟ وهنا عندك اثنين في اكس وهنا اثنين في اكس وطبعا هنا بقى والبي اس مقام مقام هتطلع وسط القوة هنا تربيع. فالقوة كام؟ على ام في اكس تربيع. ده كده هو المونيتور عايز كل المونيتورز اللي بتخبط. فانا هجمع ان بي اكس مع التربيع زائد اكس التربيع زائد 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 لحد اخر مونيتور اللي هو اللي بي اكس هنا تربيع. ان عدد المونيتورز تاني. لان الكبيرة دي هي عدد الموجود. يبقى انا بقى بجمع ام على ام في اكس واحد تربيع واثنين تربيع وثلاث تربيع وهكذا.
ممكن تبدل مجموع كبير بالمتوسط. ازاي؟ لو انا عرفت ان في اكس الكميه اللي عندي اسمها في اكس تربيع، يعني انا عندي اكس تربيع وفي اكس تربيع وفي اكس تربيع وهكذا، فانا هجمعهم. اسم الكميه في اكس تربيع، التجميعه دي بتساوي حاصل ضرب المتوسط بتاع الكميه في عدد الجزيئات، صح كده؟ اللي مش شايفها كده على طول يعني ممكن تقول انه في اكس تربيع دي المتوسط بتاعها بيساوي في اكس واحد تربيع زائد في اكس اثنين تربيع زائد زائد حد في اكس ام تربيع، كل ده على ام، صح؟ يبقى ده المتوسط. لو انا عايز المتوسط مثلا الطول بتاع ثلاثه طلبه، واحد طوله 170 سم، واحد 150، واحد 130، يبقى هعمل متوسط ازاي؟ هقول 170 و190 ومش عارف كام، بس ده متوسط. فانا ممكن اشيل بقى البتاع الكبير ده قوي واخلص منه بالمتوسط بتاع الكميه في العدد بتاع الجزيئات. كويس؟ حلو قوي. الرقم، لو انا قسمت الفورس القوه بتاعت التصادم دي على مساحه الوش بتاع الكونتينر ده اللي هي جاريه ايه؟ اللي هي ام تربيع. لو انا قسمت الفورس على الجاريه اطلع ايه؟ اطلع بريشر. فورس على الجاريه يبقى بريشر. فالبريشر بيساوي الفورس على الجاريه يبقى ام على ام اهي وام اهي ودي اكس تربيع افريج اهي. هبدلها 200 في دي سكوير افريج اللي هي كنا عملنا هنا اسامشن كده ان في اكس تربيع بتساوي 10 في تربيع، فلو خدت حطيت على دي افرج من فوق هيبقى افرج افرج افرج. فانا هسيب دي اكس تربيع افرج واحطها دي تربيع افرج على ثلاثه، الام اهي الام الام، واقسم على الاريا اللي هي اكس تربيع. او ان انا اخد الام في الاريا اوديها الناحيه الثانيه، تبقى بريشر في الفوليوم بيساوي بي دي بيساوي 10 ام بي سكوير افرج. في انا ناقص، في انا ناقص، في انا ناقص، ما فهمتهاش. اوكي؟ صعبة بس يا رب؟ اروح تاني بسرعة، أصل دي خلاص يعني احنا هنطلع هي دي اللي بقى سهل قوي. دي يكون في عارف الموضوع بس كده. هنطلع من دي الشطر كله هيتصرف. تاني. نهدى؟ نهدى؟ لسه السؤال ما جاش. القانون القانون بتاع فكر كمية ال طيب فين؟ عندي كونتينر بسرعة الحجم بتاعه ال تجريب كمية السرعة السايد لينك بتاعه بيساوي ال فالحجم ال كيوب، وعندي مولكيول في الكتلة بتاعته سمول ام السرعة بتاعته في بيتحرك في ثلاث اتجاهات، فهيبقى ليه ثلاث كومبوننتس. أول ال بي سكوير بيساوي اكس سكوير بلس بي واي سكوير بلس بي زد سكوير. ومن الاسامبشن اللي عملته في النظريه في الاول خالص انه مفيش اي اتجاه ليه افضليه عن اتجاه تاني، افضليه لاقول ان في اكس بتساوي واي بتساوي زد. فهقول ان اي واحده فيهم هي كده السرعه الكليه، يعني في الاخر هقول انه ممكن ابدل اي بي اكس تربيع بتدي بي توتال تربيع. الفورس بتاع التصادم مع سيجما من قانون نيوتن اللي هي بتساوي التغير في المومنتم على الزمن، التغير في المومنتم ان هو كان بيتحرك في اتجاه اكس حصل التصادم فالمومنتم كان ان بي اكس وبقى ماينس ان بي اكس بالتغيير 2 ان بي اكس، ان شاء الله مش مهم خالص الموضوع. والزمن التصادم ده هيحصل كل ما الجزيء ده يعمل مسافه 2 ال خبط شغل التايمر هيروح وهيرجع يبقى عامل 2 ال اقسم على السرعه بتاعته في اتجاه بي اكس بدل الزمن، يبقى 2 ال على بي اكس ده الزمن بتاع التصادم. في تصادم بيحصل كل 2 على ال كل 2 ال على بي اكس. ده الفورس اللي جت 1 مولكيول، كذا مولكيول بقى اقول ده زائد ده زائد ده زائد ده، ممكن ابدل كل السرعات دي بالمتوسط بتاعها. خلي بالك في الكتاب في رمز هنا مش مظبوط قوي في الكتاب، هتلاقي البي طيب هو سكوير افريج مكتوبه كده في الكتاب، المسافه مكتوبه في افريج سكوير دي في الكتاب خطه مقطعيه هيرجع الاول ماشي يبقى قطع كده ايه لوحده في افرج سكوير غير في سكوير افرج اللي احنا بنشتغل بيها اسمها في سكوير دي عملت لها افرج.
قسمت الفورس على الاريا، طلعت البريشر، وصلت لان بي في بيساوي ان على 3 ام بي سكوير افريشر. اوكي الكلام ده. طيب معانا وصلنا يا انه بي في بيساوي تلت ان ام بي سكوير افريشر. كويس قوي. تاني ان الكبيره دي على البوليفيز، وام الصغيره دي الكتله بتاعت جزء واحد حصل ضربهم الكتله بتاعت الناس كله على بعضه اللي هي ثابته الام. سهله. متوسط السرعه تربيع. طيب التلت ده شكله هنا مش حلو قوي، انا هخلص من التلت ده هبدله تلتين في نص. ليه؟ بدل التلت ده هخليه تلتين في نص، لان نص ام في تربيع دي عامل زي فريق هنا مش كده؟ حلو قوي. فبدل التلت ده هحط التلت في نص، والنص في الام في البي سكوير افرج دي على بعضها كده متوسط الضغط الحركه بتاع الغاز، صح؟ البي في بتساوي الكلام ده، وفي نفس الوقت ان الكلام القديم بتساوي ان ار دي او ان كي دي. فانا ممكن اقول ايه بقى؟ اليو ده اللي هو نص ام في تربيع هنعرفه، هنسميه الانترنال انرجي بتاعت الغاز. النص ام في تربيع افرج دي على بعضها كده هنسميها كميه اسمها يو. دي الانترنال انرجي بتاعت الغاز. نص ام في سكوير افرج. التلاتة على اتنين دي تروح الناحية التانية بقى، يعني اتنين على تلاتة تروح الناحية التانية. تلاتة على اتنين، تلاتة على اتنين في مين في الحاجات دي؟ يعني تلاتة على اتنين في ان ار دي او في ان كي دي. شايفين المعادلة الكبيرة قوي دي؟ لو انا قسمتها كلها، بص يا جماعة الطريقة دي مش بنفس التقديم اللي في الكتاب، بيقسم كتير. ركزوا لو سمحتوا، بيقسم كتير في الكتاب. حد قرا الكتاب اصلا؟ فاحنا نقسم ده كله على ان، بيحصل ايه بقى؟ اليو ده اللي هي الانترنال انرجي بتاعت الغاز كله، لو قسمتها على عدد الجزيئات اللي في الغاز اللي هي كابتل ان، هحصل على كميه هسميها دي افرج او متوسط الضغط بتاعت الجزيء الواحد. مقسم الطاقه بتاعت الغاز كله على عدد الجزيئات اللي في الغاز كله اوصل للطاقه بتاعت جزيء واحد. دي اللي هنسميها ايه؟ افرج. تقسم بقى المعادله دي كلها على ام كابيتال ام. فالام دي اللي هي كتله الغاز كله على الام دي دي كتله مولكيول واحد. عدد الجزيئات سمول سوري عدد المولات سمول ام على عدد الجزيئات كابيتال ام. انا ممكن افك السمول ان دي ان على ان نون، وهلاقي ان الان راحت مع الان. يعني هوصل سواء بقى من هنا او من هنا ل 3 على 2 كي دي. ده اللي احنا عايزينه النهارده في الشطره دي. دي اللي احنا عايزينه. حد كده هنا ولسه مش ده السؤال، لسه سؤال في السطوره اللي بعد دي. You are one سطورة away from the soil. حد يقدر يقول لي كده طلع ايه في الاخر؟ طلع ايه في البريتشر؟ عمال يقول درجه من الميه 100 درجه كده من الميه صفر ودرجه مش عارف ايه يطلع كام؟ يعني ايه كده في البريتشر؟ طلعت ان هي مقياس طلعت ان هي مقياس لطاقة الحركة بتاعة الغاز. لأن الطاقة بتاعة الجزيء الواحد طلعت في الآخر بتساوي 3 على 2 كي تي. 3 على 2 ده ثابت والكي ده رقم ثابت، التمبريتشر ده اللي متغير اللي بيحكم في قد إيه طاقة جوه الغاز. يعني تعريف ساينتفك صح، التمبريتشر هي قد إيه في كاينتيك إنرجي جوه الغاز، أو إن جنرال في قد إيه طاقة جوه المادة. فالجسم درجة حرارته عالية، ده الجزيئات بتاعته من جوه فيها طاقة كبيرة. والجسم درجة حرارته قليلة، ده الطاقة بتاعت جزيئاته من جوه قليلة. تلاقي الفايبريشنال موشن مثلا لو سوليدز، احنا هنتكلم عن السوليد بعد ده، هتلاقيها قليلة قوي.
لو غاز هتلاقي بيتحرك بسرعه بطيئه شويه. فالتمبريتشر طلع معناها ايه؟ معناها هي مقياس الطاقه الداخليه للجسم. وصلت؟ دي النقطه اللي فيها شويه فيزيكس مهمين. هي دي ان الطاقه الداخليه طلعت 3 على 2 كيلو. كويس. هو الكلام اللي في الجمله دي انه الطاقه بتاعه الجزيئ في التناسب الطرديه مع التمبريتشر وسبب التناسب هي 3 على 2 كيلو في الحاله دي. لسه هشوف حاجه ثانيه. عظيم. هنعرف بسرعه اسمها في ار ام اس. كلمه ار ام اس دي هتعدي عليك بعد كده كتير. الناس مش قادره تخش كهرباء. يعني ايه ار ام اس؟ انا هنا بتعامل مع حاجه اسمها بي سكوير افريج. لا انا مش عايز الافريج ده رحمه. انا عايز اخلص منه، عايز اتعامل مع سرعه. يعني عايز ابدل فيه حاجه اسمها في تربيع بس ان ده الافريج. فانا هعمل ايه؟ هاخد جذب الكميه دي اللي هي بي سكوير افريج. عشان كده انا ما كتبتهاش، انا هكتبها قدامكم عشان تفهموا ده منين التسميه. اسمها روت مين سكوير ار ام اس. روت يعني جذب. مين يعني متوسط او افريج. سكوير يعني تربيع. يعني هي الجذب الروت بتاع المتوسط بتاع التربيع. يعني الجذب بتاع المتوسط بتاع التربيع. بسرعه. جذب متوسط مربع سرعه. جذب وانا كنت بقول لك متوسط تربيع. طب ليه ممكن تسيب فيها على طول؟ يعني انت ممكن تشيل دي الجذب الكليه وتحط مطرحها بي ار ام اس تربيع. ممكن تشيل دي في اي حته وتحط بي ار ام اس تربيع عشان تتعامل مع سرعه كده. اصل لما اجي اتعامل هقول لك مثلا السرعه بتاعته مثلا 10 اس 3 متر في الثانيه. ايه مين سكوير؟ لكن عشان اقول لك مين سكوير افريج دي مشكله شويه. طب من هنا بي ار ام اس تربيع دي علاقتها ايه بقيه الحاجات بقى؟ يعني انا ممكن برضه هنا اشيل دي واحط بي ار ام اس تربيع برضه. فالبي ار ام اس هتساوي جذب الحاجات دي كلها. يعني جذب ده اهو على نص ام او جذب ده اهو على نص ام. فيطلع البي ار ام اس بيساوي جذب حاجه من دول بقى. في شويه لعب في المعادلات اللي فاتت. 3 ار في على ام نوت او 3 بي في على ام او 3 بي على رو حيث رو ده الكثافه. الرو ده اللي هي الكثافه بتاعت المادة. دي الدنسيتي بتاعت المادة الكثافه. نعم. دلوقتي دي روت مين سكوير بنص. ازاي الروت ليه في الحاله دي ما بينشيلش السكوير؟ ده سؤال كويس. واحد بيسال بيقول لك ازاي السكوير والروت ما عرفوش مع بعض؟ يقول لك متوسط مربع سرعه مش مربع متوسط. متوسط مربع. متوسط المربع. الروت اللي هو الجذر. وانا عندي هنا سكوير، ليه دول ما يعرفوش مع بعض؟ لان انت مش بتاخد الجذر بتاع سرعه تربيع، انت بيجيب متوسط السرعات تربيع يطلع رقم. انت هتجيب الافرج بتاع سرعات كتير، انت قلت بتاع دي كام شويه؟ دي سكوير افرج كانت ايه؟ في واحد سكوير زائد بي، اثنين سكوير زائد بي، ثلاثه سكوير زائد بي، اربعه سكوير زائد بي، عدد. ده بقى كله على بعضه هجيب له الجذر. يعني بمعنى ان الجذر بتاع دي سكوير افريج والجذر بتاع حط التعريف بتاعها بدل دي حط التعريف بتاعها اللي هي ايه؟ ام دي 1 تربيع زائد دي 2 تربيع زائد زائد. الجذر بتاع الكلام ده بيساوي دي؟ ده التعريف بتاعها. طب هل هو بيساوي جذر ام في دي 1 زائد دي 2 زائد دي 3؟ لا. الجذر ده ما يقدرش ينزل على دور واحده في المجموع، ما ينفعش. ما ينفعش ان الجذر بتاع بي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع زائد بي 3 تربيع هو بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 خالص. مش صح. فالبي سكوير افريج ده ان انت بتجيب المتوسط وبعد كده تاخد له الجذر. ده لا يساوي انك تاخد كده تنزل الجذر عليهم كلهم. ما ينفعش. كده جاوبني على السؤال. ما تمش الدرجه يا راجل. مقياس الطاقة الداخلية للجسم. اللي احنا بندرسه ده مين؟ ده المرطوب الكاسي. السؤال بقى في الدرايف والكل. ركز بقى في السبورة اللي جاية.
مش لا بوتنشال انرجي في الموضوع ولا فايبريشنال ولا سبيننج. كل القصه حاجه واحده بس، ترانزيشنال كينيتيك انرجي، طاقه حركه انتقاليه، علشان الجزيء بيمشي من مكان للتاني هي طاقه ترانزيشن. وطلعت في الاخر الطاقه بتاعت الجزيء اللي هي نص ام بي الف سكوير بسبب دفع الدي في تي. لو احنا كررنا الاثبات ده اتجاه واي في اتجاه زد هنوصل كده كده نفس النتيجه. احنا اتكلمنا بس على ان الجزيء كان ماشي خبط عشان محور اكس مش عارف ايه رجع كلام منه. فطبيعي ان احنا نوصل ل 3 على 2 ام بي سكوير اتنشن. اكيد 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 جواها ثلاث انصاص قد بعض 3 على 2 دي. نص ام بي اكس سكوير اتنشن ونص ام بي سكوير اتنشن ونص ام بي زد سكوير اتنشن. دي بتساوي 3 على 2 دي، فاحنا ممكن 3 على 2 دي نقسمها لثلاث انصاص، نص كي تي ونص كي تي ونص كي تي. يعني الطاقة بتاعت الجزيء ديت اللي بتساوي 3 على 2 كي تي، أقدر أقول إن نص كي تي جاي من الحركة في اتجاه إكس، وإن نص كي تي جاي من الحركة في واي، ونص كي تي جاي من الحركة في زد، وده بيسموه الإيكوي بارتيشن وده مش برسم. إيكوي ايكوي بارتيشن اوف انرجي، ان كل مركبه حركه بتساهم بنص كي تي في الطاقه كلها. حلو كده. الطاقه اللي طلعت نص ام بي تربيع اللي هي نص كي تي ونص ام بي تربيع ونص ام بي تربيع، كل واحده بتقول كل حركه انتقاليه عملت نص كي تي. ده بنسميه ايكوي بارتيشن اوف انرجي، ان كل حاجه كل حركه ليها بارتيشن قد الثانيه في جوه الطاقه الكليه. الكلام ده مين؟ موناتومي جاز. موناتومي جاز هو ماشي مفيش حركه دورانيه، مش بيلف حوالين حاجه، مفيش مركز ثقل بيلف حواليه. هو مركز ثقل هو هو الاتم نفسه. مركز ثقل هو هو الاتم نفسه، فبالتالي فبالتالي هو لو هيدور هيدور حوالين مركز الثقل، يعني هيعمل حركه حوالين مركز الثقل بنسميها سبيننج، حركه جزئيه، ودي طاقتها مهمله ما بيعملش حركه كبيره. لكن لو داي اتوميك او بولي اتوميك ممكن يحصل ايه؟ الداي اتوميك يعني الجزيء عباره عن ذرتين، ممكن حاجه يبقى شبه كده، فده اكيد هيعمل ترانزيشنال انرجي زي المونو اتوميك. يعني المونو اتوميك الترانزيشنال انرجي اللي هي كل الانرجي بتاعته كانت طلعت 3 على 2 دي، ومالوش طاقه حركه دورانيه، روتيشنال انرجي صفر. لكن الداي اتوميك هو ماشي، هو بيعمل حركه انتقاليه من مكان للتاني، يعني اكيد عنده 3 على 2 دي هو كمان. أكيد بيعمل حركة دورانية وهو ماشي. بيعمل كام حركة دورانية وهو ماشي؟ تعالوا بص، لو افترضت إن هو بيلف حوالين محور إكس كده، يعني التو أتومز دول بيلفوا كده وكده ومركز ثقلهم في النص هنا، دي حركة كبيرة أكيد ليها كونتريبيوشن في الإنرجي. طيب، ولو قلت إن هو بيلفوا حوالين محور زد، بيلفوا حوالين زد، يعني بيلفوا في المستوى الأفقي اللي هو إكس واي، يعني هيلفوا كده وكده حوالين زد، دي كمان حركه روتيشنال وهو مش عمال يلف حوالين بعض، اكيد ليها كمان كونتريبيوشن في الانرجي. طيب لو قلت هل بيلفوا حوالين واي، تخيلوا كده لو حبوا يلفوا حوالين واي هيعملوا ايه؟ هيلفوا كده حوالين محورهم المشترك اللي هو ده، فدي حركه غزاليه، يعني هو بيلف ايه في مكانه كده حوالين نفسه وده بيلف حوالين نفسه، دي سبيننج، واحنا قلنا السبيننج دي مهمه. اقولها لك دي عشان بعدها السؤال. الايكو بارتيشن برنسبل قال لك انه انت عندك ثلاث حركات اكس واي وزد كل واحده ليها كونتريبيوشن نص كي تي، خلاص دي موجوده في كل الاتمز اللي في الدنيا. مون داي او بولي. يزيد ايه الداي عن المون؟ يزيد انه ممكن والجزيء وهو ماشي يعمل حركتين كمان روتيشنال.
حركه حوالين مركز الثقه ده اهو كده، ممكن يلفوا حوالين اكس، ممكن يلفوا حوالين زد، حوالين واي هتبقى حركه مثاليه مكان. فدي يعني هو الاتوم نفسه بيلف في مكانه، مش بيلف كده، يلف حوالين نفسه في مكانه. دي كانت نقطه قليله مهمه. السؤال الطاقة الكلية بتاعت النون اتومي طلعت 3 على 2 كي جي. الضي اتومي كده محدش كام بقى؟ يرفع ايده. الضي اتومي هتطلع كام؟ واحد فاهم ليه كونفرتيشن بريسنج؟ وعرف ان كل حركة بتعمل نص كي جي. يبقى الضي اتومي هيطلع قد ايه انرجي؟ ارفع ايدك يا باشمهندس اتفضل. اه انت اسمعني. عايز صوت. 1 كي جي ده التوتال؟ انا مستنى كويس. بس يا جماعه عشان اسمع بس 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 ايوه ايوه كتاب بسرعه كتاب بسرعه. مش عارف تفتح كتابه يا باشمهندس تقراها ولا ايه؟ قاعد كده بس كده تعمل اي حاجه. الكرة الأولى بيعمل 6 حركات، 3 انتقالية من المكان الثاني و3 دورانية.
يعني نص كي تي بيؤدي الى منطقه على قطعه 3 على كي تي زي ما قلنا، وده 5 فبتطلع 5 على كي تي. ده انا لو قلت شويه تاني مثلا يبقى يبقى هنا 6 على كي تي او 3 كي تي عنده. لا نهدى عشان هو رسمش الوش التاني. طيب انا عندي 3 على تي تي و5 على تي تي و6 على تي تي كويس؟ اخبار السوليدز ايه بقى؟ كل اللي فات ده كان جاز، ومشينا الاول في المونوتوميك وبعد كده في الدايتوميك وفي البولاتوميك. مش عايز اطلع. وبعدين اخبار السوليدز ايه؟ هل انا ممكن في السوليد في الجسم الصلب اهمل الانتر اكشن ما بين الزيت واللي جنبه؟ اكيد لا. ليه؟ لان في السوليد المسافات قريبه قوي 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 قوي، اكيد في تجاذب، اكيد في اتراكشن فورس، ويوم ما يكون في اتراكشن فورس يبقى اكيد في بوتنشال انرجي. مش هنعملها باثبات بس هنقولها بسرعه كده بناء على حاجه المفروض درستها في الترم الاولاني اللي هي السيمبل هارمونيك موشن. السيمبل هارمونيك موشن او سيمبل هارمونيك اوسيليشن اللي بيكون عند الجسم مربوط بسبرينج وبيحصل فايبريشن، ده عنده كام طاقه وهو ماشي؟ عنده كاينتيك انرجي طاقه حركه وعنده بوتنشال انرجي ومجموعهم بيساوي رقم ثابت. خدنا الكلام ده في الترم الاولاني صح؟ خدناه. فكاينتيك انرجي زائد بوتنشال انرجي والمجموع بتاعهم رقم ثابت، ده كلام كويس. دول كام ديجري اوف فريدم؟ دول مصدرين للطاقة، فحركته مثلا في اتجاه اكس لو جسم صلب، اتحرك في اتجاه اكس رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ده معناه ان في تو ديجريز اوف فريدم، واحدة تبع الكينيتيك انرجي وواحدة بتنشر انرجي. طب هل هو بيتحرك في اتجاه اكس بس؟ ان جنرال هو بيعمل فايبريشن في مكان، يعني بيروح بيجي بيروح بيجي في مكانه، بس الحركة بتاعته ممكن احللها في ثلاث اتجاهات اكس واي وزد. فعلشان كده السوليد هنقولها من غير رياضة، السوليد علشان الموديل بتاعه اللي لقيناه قريب من الحقيقه هو السيمبل هارمونيك فانكشن اللي احنا عارفينها اللي هي فيها كاينتيك بوتنشال انرجي. الحركه الواحده في اتجاه اكس فيها كاينتيك انرجي وبوتنشال انرجي، وانا ممكن اقول ان في كمان حركه في واي وحركه في زد، يبقى مجموع من الدرجات اوف فريدم كان كام ديجري اوف فريدم؟ 6. يبقى السوليد عامل شبه الكوري اتوميك جاز. الكوري اتومي جاز ليه 6، 3 ترانسليشنال بيروح من مكان للتاني و3 روتيشنال وهو ماشي بيلف حوالين مركز صفر. السوليد ما بيروحش من مكان للتاني مش ترانسليشنال، هو بيعمل فايبريشن حوالين موقع الاستقرار بتاعه. بيروح وبيجي بيروح وبيجي بيروح وبيجي. الحركه دي في محور واحد فيها كاريت بوتنشال انرجي. وانا عارف ان الحركه دي ممكن احللها في ثلاث اتجاهات بشكل عام، يبقى اكس واي وزد، يبقى بوتنشال وكاينتيك في ثلاثه، يبقى 6 ديجريز اوف فريدم. يعني السوليد والبولي اتومي جاز الاثنين شبه بعض في الانرجي في الكونسبت. صحيح ده مصدر الطاقه بتاعه في المصدر ده بيعمل ترانسليشنال وروتيشنال موشن وده بيعمل فايبريشنال موشن، بس في النهايه ده عنده 6 درجات حريه 6 ديجريز اوف فريدم وده عنده 6. فعشان كده هنلاقي ان هم شبه بعض تحت نفس الظروف بالظبط، 3 على 6 على تي تي او 3 تي تي. فالانرجي بتاعت السوليد في الاخر الافرج انرجي بتاعت 1 مولكيول في السوليد هتساوي 3 تي تي. ده اتوم دي اتوم جنبها، لو انا اخترت المحطه الثابته وكانت بتتحرك بالنسبه لها الحركه اللي رايح جاي كده فيها كاينتيك بوتنشال يعني 2 ديجريز اوف فريدم في ثلاث اتجاهات يبقى 6 ديجريز. اخر حاجه في حاجه اسمها ماكسويلين ديستريبيوشن، ما تكتبش العنوان بتاع الجراف ده، العنوان بتاعه ماكسويلين ديستريبيوشن. ماكسويلين ديستريبيوشن وفي لوسط توزيع ماكسويل للسرعات.
شويه استنبطوا مع السيستم. لما يكون سيستم عشوائي دي حاجه بره المنهج كده صوت بسرعه. لما يكون سيستم عشوائي بتدرس السيستم بطريقه من دي، يعني حاجه اسمها ديترمينستك وطريقه اسمها ستاتستك. الطريقه الاحصائيه والستاتستك لما بتدرس حاجه فيها عدد كبير جدا وحاجه عشوائيه في البيهيفير بتاعها. فالحاجه العشوائيه دي زي مثلا حركه عشوائيه دي ما ينفعش تدرس بشكل ديترمينستك، يعني ما ينفعش ان انت تمسك مونيتور مونيتور وتقعد تذاكر، يعني تمشي وراه وتشوف بيعمل ايه، مش هينفع. كمان الالكتريك كارنت من جوه اللي هنخش نجربه بعد شويه هيلاقوا انه الالكترونات جوه الجسم برضه تعمل حركه عشوائيه. ما ينفعش امشي ورا الكترون الكترون وادرسه. لازم ادرس بشكل احصائي بشكل ستاتستيكال، ما ينفعش بطريقه ديترمينستك. فمن غير اثباتات يعني ده موضوع كبير قوي، في ثلاثه ستاتستيكال اناليسيس مشهورين قوي في الحياه دي. ماكسويل وولتزمان وفيرمي. بسرعه كده هناخد ماكسويل بس النتيجه النهائيه بتاعته ايه؟ ان الراجل درس توزيع السرعه على عدد الفاكتوريات. يعني كم جزئين مشتركين في السرعه دي؟ وكم جزئين في السرعه دي؟ وكم جزئين في السرعه دي؟ فلاقى ايه؟ لقى حاجه شبه كده. ده عدد الجزئيات. دي السرعه اللي اسمها في ام. في ام مش معناها ماكسيموم هنا، ما تضغطوش في دي. في ام هنا مش معناها في ماكسيموم، خلي بالكم من محور السرعه او المحور الافقي هنا. السرعه دي على المحور الافقي هنا. فالفي ماكسيموم فين؟ في ماكسيموم فين؟ دي في زيرو، فين في ماكسيموم؟ في الملعب هنا، هنا هي بعيد قوي. خلاص خلي بالكم من دي. فالفي اللي هنا اسمها في ام دي معناها ايه؟ دي اسمها الفي موست بروبابل. في وسط بروبابل اللي هي اللي عندها اكثر عدد من الجزيئات. يعني لو جيت اقسم الجزيئات دي شويه كده وشويه كده وشويه كده، الشويه اللي عندي في ام دول هم اكبر شويه في الناس. في وسط بروبابل عندها اكبر عدد من الجزيئات. البي افرج فين؟ البي افرج قصادها عدد الجزيئات اقل شويه. والبي ار ام اس عندها عدد الجزيئات اقل شويه. الفي افريج طلع على الطاقه في ار ام اس وده اثبات معقد مش عندنا في الاعداد، ده كلام معقد شويه. يطلع في الاخر ان الفي افريج بيساوي تقريبا 9 من 10 في ار ام اس. يبقى الماكسيم ديستريبيوشن ده بيقول ايه؟ انا بدرس فيه كام جزئين مشتركين في السرعه دي وكام جزئين في السرعه دي وكام جزئين في السرعه دي. فالفي ام دي هي السرعه اللي عندها اكبر عدد من الجزئيات. في افريج عندها عدد اقل شويه، في ار ام اس اقل شويه. وعلاقه في افريج وفي ار ام اس 0.5.